قضية اليوم، وبصراحة يمكن القول إنها واحدة من أسوأ القضايا في تاريخ مصر، لأنه على عكس الجرائم الفردية التي نتحدث عنها عادة، فإن مجرم اليوم هو قاتل متسلسل. القضية بدأت عندما تلقت الشرطة بلاغا من مواطن في محافظة بورسعيد، كان يقول إنه عثر على فتاة ملقاة على طريق صحراوي، وكان شكل الجثة فظيعا ومخيفا للغاية. ذهبت الشرطة إلى مسرح الجريمة بالفعل، الذي كان عبارة عن وسط صحراوي قاحل، أين وجدوا هناك جثة لفتاة عارية تماما ومصابة بكدمات وجروح متفاوتة الخطورة، ووجهها كان مشوها بالكامل. أما شعر رأسها فكان مقطعا، حيث يدل هذا على أن الضحية تعرضت للتعذيب قبل أن يتم قتلها. وبالطبع تم بعد ذلك نقل الجثة إلى الأطباء الشرعي، ووضعوا سياجا أمنيا حول مسرح الجريمة في حالة ما إذا بحثوا عن دليل فيمكنهم أخذه من هناك. المشكلة في هذه القضية كانت أنه من العادة في قضايا مثل هذه القضية تتلقى الشرطة بلاغات عن اختفاء أشخاص سواء من عائلاتهم أو معارفهم، لكن الأمر هنا كان أكثر صعوبة لأن الشرطة لم تتلقى أي بلاغ يطابق شكل أو وصف لهذه الجثة، ولأن الجثة كانت عارية تماما فإنه لم يكن معها بطاقة هوية أو أي شيء آخر يدل على هويتها. لكن الشرطة اكتشفت شيئا آخر، أنه في 16 من مايو تم إصدار بلاغين مماثلين لهذا البلاغ، ضحية في جنوب بورسعيد والثانية في الإسماعيلية، وكل واحد منهم قال إنه وجد جثة لفتاة عارية وعليها آثار تعذيب ومرميتين على طرق صحراوية. ولما ظهر تقرير الطب الشرعي للجثث الثلاثة أكدوا أن مرتكب هذه الجرائم الثلاثة هو نفس الشخص، لأن التقارير أظهرت أن هؤلاء الثلاثة الضحايا كان في مجرى دمهم مادة مخدرة هي عبارة عن مخدر الآيس، وهذا المخدر يقود متعاطيه إلى أمرين، إما إلى الموت بالاختناق وعدم القدرة على التنفس، أي أن القاتل كان يقوم بخنق ضحاياه بواسطة هذا المخدر، أو إلى الزيادة في الرغبة الجنسية للمتعاطي، وهذا هو الاحتمال المرجح في هذه القضية، أي أن القاتل كان يستدرج ضحاياه إلى العلاقات الغير شرعية بإعطائهم هذه المادة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وأظهرت أيضا أنهم قد تعرضوا للتعذيب الجسدي والجنسي وبطريقة شيطانية، لأنهم وجدوا على أجسادهم علامات لآلات حادة، وأن قتلهم كان على نفس الطريقة، أي عن طريق الخنق. فما كان على الشرطة إلا العمل في القبض على هذا القاتل المتسلسل في أقرب وقت ممكن، لكن الثلاثة جثث بقيوا مجهولين لبعض الوقت. هل اكتشفت الشرطة القاتل؟ وهل تم حقا القبض عليه ومعاقبته؟ تابعوا القصة من البداية. في سنة 1987 ولد مواطن مصري اسمه كريم سليم في الإسكندرية وسط عائلة ثرية. اكتسب كريم شخصية قوية محبة للتميز والنجاح، وكان جميع من يعرف كريم يرى فيه الشاب المتميز والخلوق والناجح. عندما انتهت المرحلة الدراسية الخاصة بكريم انتقلت كل العائلة إلى أمريكا، أين استقر الجميع هناك. أما عن كريم فبقي في مصر من أجل إتمام دراسته الجامعية في الجامعة الأمريكية، فتعرف على الكثير من الزملاء هناك. أنهى كريم دراسته الجامعية وانتقل مباشرة إلى العمل مع والده، لكنه كان دائما يريد الاستقلال المادي وأن يستقر على ماله الخاص، لأن الجميع كان يقول أن كريم يعتمد على أبيه في حياته وأنه يعيش على نفقة ومال أبيه.
وهنا قرر كريم أن يخوض تجربة جديدة في التسجيل في دكتوراه علم النفس في الجامعة الأمريكية. بعد انتهاء مرحلة الدكتوراه قرر كريم أن يتزوج، وبالفعل تزوج وسافر إلى أمريكا من أجل أن يستقر هناك وأن لا يعود إلى مصر أبدا. وكان انتقاله إلى أمريكا سهلا للغاية لأنه كان يمتلك الجنسية الأمريكية، واستقر هناك في أمريكا لمدة 5 سنوات. وفي هذه المدة رزق كريم بولد اسمه زين. بعد هذه المدة صار بينه وبين زوجته خلافات كثيرة بسبب النرجسية والشك وعدم الاعتماد على الذات في حياته، وأن كل حياته معتمدة على ثروة أبيه. قرر كريم بعد سنوات أن يعود إلى مصر وأن يستقر مع أسرته هناك. ولما عادوا إلى مصر قام هو وزوجته بفتح محل لرسم التاتو، لكن كريم لم يكن يهتم بهذا المحل أبدا وترك كل المشروع على عاتق زوجته، واهتم هو بالعمل في إحدى المدارس في مصر أين نشبت الكثير من الخلافات هناك، وكل هذا بسبب جنون العظمة الذي يراود كريم طوال الوقت. بعد مدة قررت إدارة المدرسة التخلي عن كريم لأنهم لاحظوا عليه أعراض الإدمان على المخدرات. في سنة 2019 حصلت مشكلة كبيرة بين كريم وزوجته. قرر كريم أن يطلق زوجته وقام باتهامها بالخيانة الزوجية مع أحد أصدقائه، وبهذا الاتهام فاز كريم بقضية حضانة ابنه زين. بعد الطلاق قام كريم بكراء شقة في التجمع الخامس، وقام بعزل الشقة من الصوت بالكامل، حيث أخبر صاحب الشقة بأنه مهووس بالموسيقى ولا يحب أن يزعج جيرانه بأي صوت من داخل شقته أثناء التسجيل. بعد استقراره في هذه الشقة قام كريم بفتح حساب في التيك توك ليقدم دروسا إنجليزية لمتابعيه. في سنة 2021 أصبح حساب كريم سليم في التيك توك منتشرا بقوة بين الناس المهتمة بالمحتوى التعليمي للغة الإنجليزية، وبهذا أصبح كريم بشهرته تلك يمتلك القدرة على استدراج الفتيات التي لديهن ميول للشخصيات الشهيرة وأصحاب الوجاهة الاجتماعية. فصار كريم يصطاد بواسطة حسابه في التيك توك فتيات من هذا النوع، أو فتيات تريدن تعلم اللغة الإنجليزية بشكل مباشر. فمثلا أخذ معه فتاة إلى شقته المعزولة للصوت بحجة تعليمها اللغة الإنجليزية. قام كريم باستدراجها إلى العلاقة المحرمة، ثم أرغمها على تناول مخدر الآيس، لينتقلوا من درجة العلاقة المحرمة إلى العلاقة الشاذة السادية التي صار كريم مدمنا عليها. وبعدما يتشبع كريم من رغبته الشاذة تلك يقوم بزيادة الجرعة في مخدر الآيس، فتزيد رغبته أكثر، وبذلك يزيد التعذيب والاعتداء على الضحية بشتى الوسائل الموجودة في الشقة المعزولة، والتي لا يستطيع أي أحد من جيران كريم سماع أصوات الصراخ والتعذيب الصادرة من داخل الشقة. وبعدما يقضي كريم على ضحيته يأخذ الجثة في حقيبة صفر ويضعها في سيارته، ثم يتوجه إلى طريق صحراوي ليقوم برميها هناك، ثم يعود إلى حياته العادية ليقوم بتصوير فيديوهات جديدة على حسابه في التيك توك. بكافئ نفسي بأكل السمك من محل بورسعيد أنا بحبه بالضبط. الشهود حول الجريمة شبه منعدمين، حيث أن زين ابن كريم لم يرى أي من ضحايا كريم في الشقة، رغم أنه كان يسكن مع والده في هذه الشقة. كيف كان يتعامل كريم مع ابنه في هذه الوضعية يا ترى؟ أمر محير. أما الجيران فكانوا يلاحظون أن هناك الكثير من البنات تدخل شقة كريم وتخرج منها ثم تختفي تماما، وأن هناك من كانت تبقى في الشقة لمدة تقارب 20 يوما ثم تختفي. أما عن الأصوات فكانوا يسمعون أصوات صراخ لكنها أصوات شبه منعدمة، ربما كانوا يظنون أنها أصوات صادرة من تلفاز كريم. كان كريم شديد الذكاء في جرائمه من بداية الجريمة إلى التخلص من الجثة، حيث كان يختار بعناية ضحيته
فكان يقوم باختيار ضحاياه من مناطق وأحياء سكنية مختلفة ومن أعمار مختلفة، كما أنه كان يركز على الضحية التي من المستحيل أن يسأل عنها أي أحد، وإذا تم السؤال عنها فسيكون قد مضى وقت طويل جدا على قيامه بالتخلص منها، كما أنه كان يتخلص من الجثث في مناطق صحراوية مختلفة وبعيدة عن أعين الناس. لكن كيف تعرفت الشرطة المصرية على هوية القاتل؟ وكيف تم القبض على هذا المجرم؟ مثلما أخبرتكم في أول الفيديو، عثرت الشرطة على 3 جثث في مناطق مختلفة من مصر، والتي وجهوها مباشرة إلى الطب الشرعي، أين تم فحص الجثث وأخذ عينات من الأديان من كل جثة. في تقرير الطب الشرعي ظهر أن الجثث 3 تم الاعتداء عليهم جنسيا قبل وبعد الوفاة، وأن القتل تم بواسطة الخنق، إما بواسطة حبل أو سلسلة حديدية، بالإضافة إلى التعذيب بالتشويه وقطع الشعر وفك الأظافر. وكل هذه النقاط المذكورة في التقارير متشابهة تماما بين الجثث 3، إلا في نقطة واحدة فقط، وهي الاعتداء الجنسي بعد الوفاة، وهذه الملاحظة كانت على جثة واحدة فقط. وهنا استخلصت الشرطة أن مرتكب هذه الجرائم هو شخص واحد فقط. بعد ظهور نتائج فحص الأديان، تم التوصل إلى هويات الجثث 3 ومعرفة عائلات الضحايا، وأن عائلات الضحايا فعلا قد قامت بالإبلاغ عن اختفاء بناتهم. وعندما قابلت الشرطة عائلات الضحايا واستجوابهم وأخذ إفاداتهم، أخبرهم والد إحدى الضحايا أن ابنته قبل اختفائها كانت قد توجهت إلى أستاذ في مادة الإنجليزية ليعلمها، وعند اختفاء ابنته قام هذا الأب بالاتصال بهذا الأستاذ وسؤاله عن ابنته، لكن الأستاذ أخبره بأن ابنته فعلا كانت معه في درس الإنجليزية، ولكنه لم يرها بعد انتهاء الدرس. في نفس وقت استجواب عائلات الضحايا، كانت الشرطة تتفقد كاميرات المراقبة الموضوعة في الشوارع والطرقات التي تم العثور فيها على الجثث 3، وبالفعل وجدوا نفس السيارة في التسجيلات 3 للأماكن 3 المختلفة. وبعد الفحص الدقيق لهذه السيارة، اكتشفوا أنها سيارة أستاذ الإنجليزية، أي سيارة التيك توكر كريم سليم. وبعد التحريات المعمقة حول كريم سليم، تم القبض عليه، وأثناء التحقيق معه اعترف بكل أفعاله، وبالإضافة إلى ذلك اعترف أن هناك ضحية رابعة قام بقتلها بنفس الطريقة، ولكن أظن أن هناك أكثر من 4 ضحايا في القصة. وأثناء إعادة تمثيل الجريمة أمام الشرطة ورجال الأمن، حاول كريم سليم الفرار من الشرطة، لكن الشرطة وبنباهة واحترافية استطاعت القبض عليه، كما أن الشرطة وأثناء اقتحامها لشقة كريم وجدوا الكثير من أدوات التعذيب، بالإضافة إلى حاسوب يحتوي على فيديوهات جرائم كريم بالكامل. التحقيقات حول القضية لا تزال لحد الساعة قائمة حول القاتل المتسلسل كريم سليم، الذي من المحتمل أن عدد ضحاياه يتجاوز 4 ضحايا المذكورين في البداية. لذلك ما تراه في المواقع لا يظهر حقا في الواقع، فهناك شخصيات مريضة تحوم حولك ولا ترى حقيقتها حتى تقوم هي بالقضاء عليك. لذلك احذر.